احبه بس اشجع البرازيل. اذا واحد من ولدك طلعوا ما يحب البرازيل شو تسوي له؟ انت حيل متعصب. طرد من البيت. ابدا قافل على البرازيل. انا ديمقراطي. الا واي. لا 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 جديات والله انا بيت ديمقراطي يعني اذا ما يشجع البرازيل او الريال ينطرد. هي هاي الديمقراطيه اللي نبحث عنها. زين كنا نتحدث عن المنتخب السعودي واللي قدمه واربطها بسؤال منو من المنتخبات العربيه تتوقع له سيتاهل للدور القادم؟ اشجع منتخب لانه والدي يحبهم. واضح؟ واضح. ليش شجعت البرازيل؟ شنو علاقتك بكابتن حسن؟ عايش اجيال والبرازيل كانت متيده ومتصدره وتاخذ شغله عاليه. برازيل من 2002 ل 2022 ما ماخذه كاس العالم ولا مقدمه مستوى وخسرت سبعه ويا المانيا. صار علي شغله عاليه ترى. غير مفتهم هو يدخل بالخصوصيات. فتحت عيني اللي بالبيت لقيت البيت كله البرازيل. كل برازيل. بوعت البرازيل اداهم مقنع فريق يونس. اي. وباكيت اول يمكن سنه لو سنتين بوعتهم. شفت ابوي يصيح ما اعرف شنو راح صرت وياه. كان يلعب وياهم رونالدو. بعد رونالدو ما تقدر تقول حقك لو يلعب ويا يعني انت لا لا استاذ علي دقيقه هسه انت اذا تحكي على تقول كلكم مشجعون ويا ابوكم زين سؤال هو البرازيل اكو واحد من الشجع سؤالك يعني لابد اكو لا انا اسالك الك بس اقول لابد اكو بالعراق ناس بتشجع لابد زين هسه عذره مقبول يقول انا لحقت رونالدو كذا انت لا ملحق على رونالدو لا ملحق على رونالدينيو يعني من بديت توا على كرة القدم لقيت نتيجة كارثية سبعة أمام ألمانيا. هسه أنت تشوف لعبات البرازيل تتونس. إي. نيمار، فينيسيوس، رودريجو. عدد ابني عدد بعد عدد خليهم. تتونس. أعطيني تشكيلة البرازيل بهذا المونديال ما دام عدد. هسه تعال شوي. والله. زين عدد اللي تعرفهم. نيمار. رودريجو فينيسيوس بعد ميليتاو سيلفا دانييلو قاموا يغششوا الجماعة لا ما هو بس حارس منه احمد جاسم اليسون بيكر يلا الحارس منه يلا طلعوا اليسون بيكر تياغو سيلفا معلومات اقوى ماركينيوس لا هو مين لا لا بس الجو خلايته اي اعرفهم كابتن انت يا سنه بديت تشجع البرازيل شنو الموقف اذا تتذكر؟ والله كنت بعالم الذرات وانا اشجع البرازيل الذره ماكو البرازيل لا البرازيل يعني من وعيتها انا احب البرازيل بصراحه تيسري اكو يعني موقف معين مباراه لازم اكو فت السر البرازيل يعني ليش حبيتهم؟ وايكم منتخبات عالميه احنا نحب عموم العراقيين حب اللاعب اللي يراوغ اللي يسوي شغلات يعني غريبه بالكره القدم نحب هاي احنا لان عموما الشعب العراقي او الرياضه بالعراق كره القدم يعني ترى بيها مواهب بيها مهارين يعني اذا تحسبها الاجيال اللي عدت كلها مهارين مهاره عندنا نحب المهاره فاحنا يقولون احنا قريبين على البرازيل فنحب البرازيل قريبين جدا علينا البرازيل فلين لعبهم او ادائهم بفنون جوانب يعني لعب فردي اكو بمهاريه نحبها هذه